تعلن وزارة الخدمة المدنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لدى مختلف الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. من يجد في نفسه من الباحثين عن عمل الرغبة لشغل إحدى هذه الوظائف فعليه التقدم بطلبه حسب الآتي: أولاً، تأكد من استيفائك شروط الوظيفة قبل التسجيل فيها، وأن تكون بياناتك بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة محدثة، فلمن يرغب بالتقدم للوظيفة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، أنشئ رسالة جديدة، اكتب طاء واو، اترك مسافة واحدة، ثم رقم القوى العاملة، مربع، ثم رقم الوظيفة. أرسل الرسالة النصية إلى الرقم 90226. ستتلقى رسالة تؤكد استلاماً مبدئياً للطلب. في حال أردت إلغاء الطلب، أنشئ رسالة نصية واكتب غين واو، اترك مسافة واحدة، ثم رقم القوى العاملة، مربع، ثم رقم الوظيفة، وأرسلها إلى الرقم 90226. ستتلقى رسالة تؤكد إلغاء طلبك، ويمكنك التقدم لأي وظيفة أخرى، علماً بأن تسجيل الطلب سيخضع لعملية تدقيق للتأكد من مدى استيفاء جميع الشروط، ويعتبر لاغياً إذا تبين ما يخالف ذلك. كما يمكنك تقديم الطلب من أي مكان في العالم من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية www.mocs.gov.om، ويمكنك الاطلاع على الإحصائية الخاصة بأعداد المتقدمين على كل فرصة وظيفية أثناء الفترة المحددة للتسجيل بالإعلان من خلال زيارة موقع الوزارة، علماً بأن فترة التسجيل تمتد من 12 من مارس إلى 25 من مارس 2014، ولن يعتد بأي طلب سبق هذا الموعد أو جاء بعده. لمزيداً من الاستفسار يرجى التواصل عبر قنوات التواصل التالية. مع تحيات وزارة الخدمة المدنية.